ازي حالكم يا حبيبي؟ عامل ايه؟ كل سنة وانتم طيبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا سمعت الإذاعة بتاعتكم، لقيت الإذاعة كلها جميلة جدا وكلها بتتكلم عن عيد الأب، صح كده؟ عيد الأب؟ عيد الأب؟ أنتوا بتقولوا أيوه عيد الأب، الإذاعة النهاردة كانت عن عيد الأب. أنا سمعت عيد الأب. عيد الأم؟ أيوه عيد الأم صح. مين اللي قال عيد الأم؟ سقف البيت دي. عيد الأم صح. يعني النهارده عيد الأم النهارده؟ يعني كل واحد بيحط هدية النهارده لماما؟ طب أنت جبت إيه لماما؟ أنت جبت لها إيه؟ أنا مامتي أنا ميتة. أنت مامتك حية موجودة صح؟ جبت لها هدية؟ ما جبتلهاش؟ طيب أنت جبت لها هدية؟ لا جبت لها هدية؟ يعني النهارده كل واحد بيحط هدية لماما صح كده؟ عشان يقول لها إيه؟ كل سنة وأنتي طيبة. أنت جبت هدية؟ هدية؟ إيه مش عايزة هدية؟ ليه؟ جاري. لا خلاص بص يا حبايبي، وعشان خاطر احنا نقول النهارده عيد الام، يوم واحد لعيد الام احنا كده بنظلم الام، بنظلمها، لان الام ملهاش يوم واحد بس، الام لها اننا نحبها ونسمع كلامها ونطاعها العمر كله، ولا يوم واحد بس؟ ها؟ نحب ماما النهارده بس ولا على طول؟ يعني معنى العيد ان هو اليوم ده هنقول لها كل سنه وانتي طيبه يا ماما وخلاص على كده، ما نسمعش كلامها بعد كده، ينفع؟ ولا نسمع كلامها على طول؟ نسمع كلامها على طول، ما ينفعش اننا نقول لماما عيدك النهارده يا ماما وكل سنه وانتي طيبه وخلاص على كده، لا، ماما عيدها على طول العمر كله، خلاص يا اولاد؟ ماما دي بقى اول ما نقول ماما يبقى حاجه كبيره خالص، حاجه عظيمه، ماما يعني الحب، ماما يعني الحنان، ماما يعني الرقة، ماما يعني التضحية. التضحية ضحت كتير. حد يعرف يقول لي ماما تعبت في ايه؟ ماما تعبت بتتعب في ايه ماما؟ عشان نقول لها كل سنة طيبة يا ماما ونجيب لها هدية يا ماما والحاجات دي. بتتعبت في ايه ماما؟ ماما تعبانة ونصحيني كل يوم. صحيح كل يوم. ماما بتتعب ونصحيني كل يوم. برافو سقف الولد ده. حد يقول لي ماما تعبت في ايه يا ولاد؟ ماما تعبت في ايه؟ وبتغسل
عايزينها كده. مية مية خالص اهو. ها حد عندكم رسوميه؟ بتغسل الهدوم. بتغسل الهدوم المواعيد احنا قلناها خلاص. تعالى يا فندم يا ايه اللي بتاخد بالها مننا واحنا تعبانين؟ هي بتاخد بالها يعني انت لما تتعب بتدي لك الدواء وبتدي العلاج والحاجات دي كلها. بسم الله ما شاء الله كده اخر حلاوه خالص. خلاص ايوه معطينا ايه؟ يبقى انا كده يبقى كده ماما؟ تعالى. وكمان بتصحيني كل يوم في ميعاد المدرسه عشان ما نتاخرش عليه. اخر حلاوه ده 100 100 خالص اهو. شكرا يا حبيبي. سقفوا لي يا اولاد. تقريبا كده ها بتطبق الهدوم. انا سمي بتطبق الهدوم. بتعمل كل حاجه خلاص. انا هلخص مين هو؟ تعالي تعالي رهب رهب رهب. يا رب طالع. ساعات طلعنا نشوف طلعي. تمام يعني كويس عشان ما يسقفوا لها. تمام الله ينور. تمام يلا يا حبيبي يلا. تعالى يا يحيى. ماشي يلا يا يحيى. ماما بتعمل لك ايه؟ بس كده وبيلبسوا الهدوم. تمام وصحي. تمام انت زودت. انت كده كترت قوي. ها بتذاكر لك ولا لا؟ اه بتذاكر لي. تمام شاطره اهي. طيب سقفوا لي الشيماء يا اولاد. حد تاني؟ طب بصوا بقى انتوا بصراحه انتوا اللي لخصتوا كل حاجه خلاص؟ شوفوا مين اللي كان بيقرا قران في الاذاعه؟ مين؟ احمد. احمد. تعالى يا احمد كده. تعالى. هو اللي بيقرا قران؟ احمد. احمد سمعت في القران في الـ في الـ في الـ في الاذاعه بيقول الايه قرانيه بيقول ايه؟ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. لا تقل لهما ايه؟ انت عارفين اف يعني ايه؟ يعني مثلا دي ماما مثلا بتقول لحد مثلا ايه؟ تعالى روح هات حاجه مثلا من تحت من عند كده او اي حاجه. فالولد يقول ايه؟ يوه يا ماما اف بقى. يبقى متضايق. صح كده؟ لا المفروض بقى المفروض هو كلمه اف دي كام حرف؟ حرف الالف وحرف الفاء كده؟ حرفين اثنين. يعني لو كان في حرف واحد كمان كان القران جاب الحرف ده، لكن هم حرفين اثنين، معنى كده ان هم مش ثلاث مش ثلاث حروف، يعني مثلا اوف يا ماما بقى مش عارف ايه، يبقى انا متضايق من الطلبه اللي هي بتطلبه. لا ما ينفعش. فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يعني نسمع كلام ماما، حاضر يا ماما، مش عارف ايه، الحاجات دي كلها، صح كده يا اولاد؟ تمام، وخصوصا لما يكبروا في السن كمان. انتوا دورتوا على حاجات كلها يعني ماما بتغسل الهدوم، ماما بتنشر، ماما بتذاكر لي، ماما بتصحيني، مش عارف ايه. ما حدش قال لي هو انت وانت لسه بيبي صغنون خالص انت كنت فين اصلا؟ كنت في بطن ماما صح؟ صح كده يا اولاد؟ كنت فين؟ في بطن ماما. ماما رايحه وانت صغنون خالص خالص وانت كنت لسه تعرف حاجه خالص، كنت لسه جنين صغنون، كنت ماما حطاك في بطنها خلاص كده؟ رايحة بيها تغسل ورايحة جاية ورايحة وبطنها توجعك يا بطني مش عارف ايه، تروح للدكتور وتروح المستشفى مش عارف، وانت حضرتك لسه جوه في بطن ماما قاعد تاكل وتشرب ومروق خالص وانت في بطن ماما، وحاطط رجل على رجل وماما تعبانة وتروح للدكتور وهتولد امتى ومش عارف ايه. وانت طبعا انت لو انا قلت لك خد مثلا كورة، لو قلت لكم خدوا كورة وشيلوها تسعة اشهر كورة، هتزهق من الكرة مش هتزهق منها؟ هتقولوا ايه؟ يوه الكرة دي تعبانة قوي عايز اجيب الكرة دي بقى. يعني لو مثلا خد الكرة دي تسعة اشهر بالظبط خليك شايلها، هتتعبوا ولا مش هتتعبوا؟ هتزهقوا ولا مش هتزهقوا؟ اه ماما بالظبط كانت شايلاك تسعة اشهر في بطنها.
صغنط تكبر شويه لغايه ما توصل 9 اشهر، وفي الاخر خالص اللي حضرتك تنزل من بطن ماما بقى تنسى بتعيط وبتاع وماما ترضعك، صح كده ولا لا؟ ايه؟ لو انت عيطت من اصل الشيطان. اه تمام، برافو عليك، العياط ده من الشيطان فعلا. فبعد ما نزلت بقى اكلت ايه بقى؟ كنت بتاكل سندوتشات؟ اول ما نزلت من بطن ماما اكلت سندوتشات؟ هو كان لسه اصلا في سنان اصلا؟ هو انت في سنان اصلا؟ انت نازل عينك مغمضه وما فيكش ولا سنايه، انت رحت في سنان اهو، شوف كل واحد رحت في سنان صح؟ انتوا ما كانش فيكم سنان، ما انتوا كنتوا بتاكلوا منين؟ اول ما نزلت من بطن ماما كنت بتشربوا لبن او بترضعوا ماما، صح كده؟ تمام، يعني ماما حملتك في بطنها 9 شهور، واول ما نزلت ماما رضعتك وقعدت تخلي بالها منك وتلبسك وتغير لك وتعمل لك كل حاجه. انت نسيت كل ده ولا لا؟ انت دورت بس على حاجات ايه؟ اللي هي بتصحيني ومش عارف ايه، ما بصيتوش على ان ماما تعبت كتير، تعبت كتير، ماما شالتك في بطنها 9 شهور. كان في قصه كده جميله قوي نحب نقولها قوي. كان مره في واحد مامته كانت كبيره في السن مش قادره تمشي، مش قادره تمشي خالص. خلاص؟ فكانت عايزه تروح تسافر، تروح تحج، تروح عارفين الكعبه يا ولاد؟ الكعبه اللي هي في السعوديه دي. فبعدين قالت انا عايزه تروح تحج وهو مش قادره تمشي، الولية الكبيره في السن، العجوز دي اللي هي كبيره خالص في السن دي. فقالت لابنها ايه؟ انا عايزه تروح نسافر. خلاص؟ طب هنعمل ايه؟ ده امي مش عارفه تمشي خالص. طب نجيب لها كرسي تمشي عليه ولا نعمل ايه؟ فبعدين راح الراجل دهوت افتكر اللي مامته عملته وهو صغنون وشالته في بطنها وتعبت وسهرت ومش عارف ايه، فقال والله لازم نشيل امي على ظهري. نشيل مين؟ امي على ظهري. عارفين يعني نشيل امي على ظهري؟ فهو اللي بيروح هناك السعوديه هناك بيتعب قوي، لما ده هو لو ماشي برجليه يتعب، امال لو شال حد على ظهره بيبقى بيتعب اكتر. فراح قال للرسول عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله انا كده يعني وفيت حق امي عليا بالتعب اللي هي تعبته ولا لا؟ قال له: اللي انت عملته انك شلت امك على ظهرك ورحت لفيت الكعبه ولفيت وتعبت بيها، ما يجيش ولا الم من اللي هي اتألمته وانت في بطنها. يعني كل التعب ده يا رسول الله يعني ما يسويش الم من اللي هي تعبته؟ ايوه، ما يسويش حاجه خالص. يبقى ماما تعبت ولا ما تعبتش يا اولاد؟ تعبت خالص، مهما عملت مش هتقدر توفي حق ماما. تبصي ماما الصبح ماما تقول لك على الطلب ولا حاجه، تقول لها حاضر يا ماما. اصل في حد هنا بيقول لها يا ماما؟ كلكم بتقولوا حاضر يا ماما؟ ماما تشتري حاجه، ماما تشتري حاجه، ماما بتودينا المدرسه، ماما بتودينا المدرسه. والله انتوا كلكم محترمين وشطار، والله طلعتوا اللي في قلبكم كله عشان خاطر ماما. يا ترى ماما سمعت الكلام ده ولا مش سامعاه؟ ماما سامعاه؟ ماما مش سامعاه؟ لا مش عايز حاجه خالص، عنده هيبه. تحب ماما ولا لا؟ ايوه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لكم يا رب. ماما نحب ماما، مش عيد ماما النهارده بس، عيد ماما على طول لما انا نكبر وكبار، نحب ماما ونسمع كلامها عشان خاطر الجنة تحت أقدام الأمهات. الجنة تحت أقدام، يعني الجنة مش الجنة تحت رجلي ماما، لا يعني أنا نسمع كلام ماما ونطعها نخش الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ماشي يا أولاد؟ ماشي يا أولاد؟ طيب كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي. عايز تقول حاجة أنت؟ بتراحب بلد كتير وبتتعب. طب تمام، واضح ان كلكم مجمعين على ان ماما بتتعب. تمام، ماما بتتعب قوي. حد عايز حاجه؟ ماما تعبت تغسل لنا ايه؟ الصدى والرضا عشان هما لما يبقوا مسلوخين. تمام، الله ينور عليك. ماما تعبت لما بتحمينا بتبقى تعبانه. تمام، الله ينور عليك. والله يا ابنها ماما بتتعب لما بتسمع اسنان. تمام يا حبيبي، خلاص كده تمام، واضح ان فعلا ماما بتتعب فعلا. ممكن نحيي ماما يا اولاد؟ ممكن نحيي ماما؟ مسافه حلوه بقى. جزاك
حبايبي. مسابقة حلوة لمستر. مسابقة حلوة لمستر يا ولاد.